حبيت نقول انه حسب دراسة علمية تقول انه الاساس البيولوجي لمشاعر الحب والكراهية انه هناك ارتباط وثيق بين الشعورين هذوما المتناقضين، فالدوائر العصبية المسؤولة عن الكراهية هي ذاتها المستخدمة للتعبير عن مشاعر الحب، على خاطر فما مركزين في المخ اسمهم انسولا وبوتمان ينشطان وقت اللي يساور الانسان الشعور بالحب والكراهية. المركز الأول لتنبيه المخ وقت اللي تنتابو عاطفة، والمركز الثاني يتنشط كرد فعل على الإثارة المقلقة اللي تنشأ عن مقابلة شخص كله مشاعر عدائية. هذه معلومة حبيت نعطيها، كنت أتمنى يكون معانا اختصاصي في علم النفس الاجتماعي، لكن فعلا لظروف طارئة ما قدرش يكون معانا، والله غالب وإن شاء الله المانع خير، وإن شاء الله المرة الجاية يكون معانا في حلقات أخرى سي شفيق غربال. لكن سعيدين أيضا أنه باش يكون معانا سي صلاح الدين المستاوي عضو المجلس الإسلامي الأعلى، مرحبا بك، باش تحكي لنا على برشا حاجات. لكن قبل هذيك خلينا نشوفوا عيد الحب في عوايدنا ولا مش في عوايدنا. تحتفل بعيد الحب ولا عيد الحب؟ شنو عيد الحب؟ عيد الحب وعيد الورد وعيد المرأة، كل عام نحتفل به. والله اي نحتفل به. شنو هو تهدي في عيد الحب؟ والله ايش نهدي؟ انكادو نعرش ورده حاجه هكا. حاجه مش نتاعنا. بالطبيعه نحتفل بعيد الحب. كي تحتفل بيه شنو تهدي؟ نهدي ورده ونهدي معها شويه شوكولاته. اي نحتفل بيه. حبيت انا النقطة هذه بالذات حبيت نوضحوها، لانه مش من عوايدنا سان فالنتان، ربما سان فالنتان مش من عوايدنا، لكن عيد الحب يلزمو يكون من عوايدنا، وما يلزموش يكون نهار بركة، يلزمو يكون 365 يوم. رسالة الاسلام للانسانية هكا ولا ليه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اولا نحب نصحح العيد، احنا وقت نتحدثوا على العيد ثم نوعين من الأعياد. ثم عيد ما هو عيد ديني، وهذا بالطبع يعني محدد معروف، هما عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولكن نحن لا نتحدث على أعياد دينية، نتحدث على الأعياد ذات الصبغة الاجتماعية الحياتية التي يبدي فيها الإنسان ما شاء من الترويح البريء وإدخال السرور سواء كان على نفسه أو على من يحيط به. وأعتقد بهذه الصفة تصبح قضية أي عيد من الأعياد الاجتماعية المتعارفة لا توجد إزاه عقدة أو مركب بالنسبة للمسلم. المسلم يعني نوعا ما يتعامل بأريحية ويحكم على كل ما هو من العادات اللي ينجر عنها خير ومصلحة، يحكم عليها من خلال النتيجة وما يترتب عنه، وليس له حكم قاسي هكذا مسبق على كل مبادرة خيرة يمكن أن تبدر عن يبادر بها الآخر، سواء كان هذا الآخر قريب، سواء كان هذا الآخر من نفس الجنس من نفس الدين، وهذا الآخر الإنسان بصفة عامة. احنا نتشرف يعني معاشر المسلمين، اولا احنا عندنا دين خاتم للأديان، وبالتالي متبني للأديان السابقة كلها بالضبط، ومعتقد اعتقاد جازم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسالة واحدة، لأن الرب واحد ولأن البشر سواسية، كلكم من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فطالما الرب واحد والبشر هم نفس البشر وإن اختلفت لهجاتهم ولغاتهم، فتصبح الرسالة واحدة متطابقة، ودين الإسلام الذي جاء به الحبيب المحبوب سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو دين الحب بأتم معنى الكلمة وبكل ما فيها، بل بالعكس أنا أقول وأنه مش ممكن إطلاقا يجتمع إيمان في قلب مؤمن ولا يكون مع الإيمان الحب. إذا كان عكس الحب مع الإيمان فإن ذلك الذي عكس الحب ونسميه حقد ونسميه كراهية يأتي على الحب ويعني يستأصله من جذوره. قلت أنه الإسلام رسالة إنسانية في المحبة، شنية مكانة الحب في الدين والإسلام؟ أولا الحب هو رد فعل،
رد فعل إزاء جميل ومعروف وإنعام. فأول ما يحب العبد وهذا واجب عليه المؤمن العبد المؤمن أن يحب ربه. ثم لنعمه التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. والعلاقة بين العبد وربه هي علاقة حب، بقدر ما أن فيها علاقة العبودية رب وعبد، ولكنها فيها شيء من العلاقة المعنوية الروحية التي ليس فيها تكافؤ ولا مقابل ولا مكايسة، لأننا لا نستطيع إطلاقا أن نكافي نعم رب سبحانه وتعالى علينا. نعم. وهو جل وعلا أيضا لا يعني لا يمكن بحال من الحال أن يكافينا على ما يمكن أن يصدر منا من أعمال سيئة أو حسنة، هي لا يمكن أن تقابل إحسانه الكبير جدا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تذكيرا للمؤمنين: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدرك، انظر كيف يعلمنا أن التواضع، ويعلمنا الوقوف عند الحد في أننا لا نستطيع أن نكافي يعني ربنا جل وعلا. فعلاقتنا به هي علاقة حب. نعم والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه هي الدرجة الثانية بعد أن نحب الله. بمن عرفنا الله، أي بمن أرسل إلينا. ولذلك فإن في الدرجة الثانية بعد الله تبارك وتعالى هو أن يحب المؤمن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك المولى سبحانه وتعالى ربط محبته باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا الاتباع يعني هو يعني اتباع ليس فيه إلا الخير، وليس فيه أدنى يعني ضرر بالإنسان، لأن حيثما يعني اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووجد الخير كله والنفع كله عليه الصلاة والسلام. فإذا أحب الله يعني ربه ثم أحب رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وللإيمان حلاوة، قبل حين كنتم تتحدثون على حلوية على حلاوة الشوكولاتة وغيرها، ولكن هذه حلاوات مادية. وللإيمان الذي هو معنوي له حلاوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وللإيمان حلاوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة أي يحب الآخر لا يحبه إلا لله، وأن يكره إذا كان ولا بد من الكفر من الكراهية، أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فنحن لا نكره حتى الكافرين، نكره الكفر ولكن ولا نكره. مش نحكي على الكراهية. كيف نقدم المحبة في سلوكنا وخطابنا وعلاقاتنا بعد ذلك؟ معناتها بعد محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أكيد فما المجتمع وما معناتها اللي يدور حوله، كيفاش نجموا نحبوا في سلوكنا؟ هو حجر الزاوية في الإيمان. الإيمان هو كما يعني هو معلوم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، مجموعة من المغيبات. هذه كلها يعني تزول إذا لم يكن هنالك حب للآخر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب الآخر. يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإنسان مؤمن ولا يحب، لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى وصفة بسيطة جدا. أي؟ بسيطة جدا، يعني من شأنها أن تجعل علاقة الحب والود تقوى شيئا فشيئا. يقول: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. لتكن أول كلمة يقولها الواحد الآخر أن يحييه بتحية السلام، كأنما يقول له: لن يأتيك مني إلا السلام. ومن المعلوم أن السلام هو اسم الله، هو تحية المسلمين، هو اسم الجنة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا الحب هو أساس كل الأديان. أنا في مرة من المرات كنا جالسين مع مجموعة من رجال الدين، كان فيه مسيحيين، وقالوا: نحن ديننا دين المحبة، ودين ما هي مكانة الحب في دين الإسلام؟ قلت لهم، يعني جرى على لساني،
المسلم ينبغي أن يكون محبا ليس فقط لربه ولا أو لنبيه أو للمؤمنين أو للناس أجمعين، بل محب لكل ما خلق الله تبارك وتعالى في الكون حتى من الجمادات ومكونات البيئة. قالوا كيف؟ قلت لهم أعطيكم الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ليركز يعني خلق الحب في نفوس أصحابه وليزيل الأحقاد والضغائن ويجعلهم لينين رفقاء فيما بين بعضهم بعض، قال أحد جبل أحد الذي وقعت فيه الغزوة المشهورة غزوة أحد، قال أحد وهو جبل أجرد أسود ليس فيه خضار إطلاقا ولا أشجار، أحد جبل يحبنا ونحبه. فانظر كيف أن الإيمان عندما يسكن في القلب يصبح يعني يزول معه كل ما هو غير الحب من المشاعر نحو الآخر مهما كانت إساءات هذا الآخر، ادفع بالتي هي أحسن. نعم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أستاذ صلاح الدين مستاوي، حبيت نسأل لماذا يقدم ديننا على أنه دين البغض والكراهية؟ معناتها الله والرسول معناتها يقولوا لا تباغضوا لا تدابروا لا تناجشوا. نعم. وكنوا عباد الله إخوانا. نعم. علاش توا السائد انه ديننا دين كراهيه؟ معاذ الله، انا الحقيقه لا يمكن ان اصم دين الله المحفوظ في كتاب الله. اكيد، لكن ما يقال علينا هو يقال في الغرب معناتها والصوره الجديده هذه. نعم. اللي انا تفهمت بالضبط، وحتى انت معناتها في الاجتماع اللي كنت تحكينا عليه انا ربطت بالفكره هذه. نعم. اساسا انه المسيحيين يعتبروا انه دينهم دين المحبه، هذه ما تسمى بالاسلاموفوبيا. نعم. الخوف والتخويف من الاسلام، وجزء كبير من هذه الإسلاموفوبيا والخوف من الإسلام سببه تصرفات المسلمين. هنالك بون شاسع وفرق كبير بين الإسلام كإسلام المحفوظ في كتاب الله بالضبط، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والإسلام المجسم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلنا وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وأولئك الصفوة الذين من حوله، وبين ممارسات أدعياء الإسلام. ولذلك أبلغ دعوة للإسلام هو أن يقول الناس المسلمون يقول للناس يا ناس الإسلام شيء ونحن شيء آخر، ممكن نكون قريبين منه ويمكن أن نكون مبتعدين عنه، ولكن نتحمل نحن جريرة تصرفاتنا وليس الإسلام، لأن الإسلام المحفوظ في كتاب الله والإسلام البين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مظلوم من أبنائه ومظلوم من غير أبنائه. صحيح. ومن غير أبناء شيء. صحيح. طبيعي، شيء معتاد لا يستغرب، لأنهم يرون تصرفات المسلمين فيقولون هذه التصرفات إذن هي انعكاس لدينهم، وليس الأمر كذلك. لأنه نحن ما أحوجنا للتودد والرحمة، معناتها ما أحوجنا. نعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هذه أعلى درجة في الجزاء من عند الله تبارك وتعالى. هنالك سبعة أصناف يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من هما؟ منهم من هؤلاء السبعة رجلان أو امرأتان، لا فرق، الخطاب للذكور ولكن يشمل الذكور والإناث ويشمل الناس أجمعين. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني لا يمكن أن تكون المصلحة المكايسة الأمور المادية هي التي تقرب الناس من بعضهم، وإنما الإيمان والتقوى والحب في الله ومن أجل. نعم. الله والمؤمن المحب لا يكره ويكظم غيظه وقادر أنه يعفو ويسامح ويتجاوز، وفعلا مع ثقافة الكراهية مأساة لأنها يعني تجعلنا نعيش على سكين حادة. المقياس للإيمان هو مدى حب الإنسان للآخر، مدى دفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني المطلوب من الإنسان أن يحسن حتى إلى من أساء إليه، ليس فقط يكافئ، ليس الواصل بالمكافأة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تكافئ على الشر شرا فلست واصلا ولا على الخير خير، بل لا ينبغي أن تكون يعني أنت متسامحا. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالحقيقة هذه المعاني هي التي كما قلت اليوم تنقص عباداتنا وتنقص معاملاتنا معاشر المسلمين. كيف نحن معاشر المسلمين نقف عند ويل للمصلين؟ ايش معناه ويل للمصلين؟ إسلامنا هو ثلاث مراتب، إيمان إسلام إحسان.
الدرجة الثالثة هي درجة الإحسان، وهي أنت أيها المسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة والدرجة تستدعي مجاهدة، لأن النفس أمارة بالسوء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عندما يجاهد الإنسان نفسه الأمارة بالسوء ينتهي بعد ذلك إلى أن يزيل من قلبه كل حقد وكل كراهية. ونحن نعلم علم اليقين وأن صلاح عمل الإنسان مرتبط بمضغة صغيرة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الجسد الذي يبدو صالحا إذا كان القلب خاويا من الإيمان، إذا كان كله أحقاد وضغائن، فإن كل تلك الأعمال تذهب سبالا. لذلك المولى سبحانه وتعالى يقول: من يفوز يوم القيامة؟ من أتى الله بقلب سليم. وأقص لك قصة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى، وأن السلامة القلبية هي الأساس، وعدم الضغينة والأحقاد على الآخرين هي أساس الإيمان وعلامة الإيمان. في يوم من الأيام دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد رجل يقطر ماء من أثر الوضوء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قبل دخوله يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. تكررت العملية 3 أيام ونفس الداخل: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فإذا بأحد الصحابة يلحق هذا الداخل، قال له: هل تؤويني عندك وتستضيفني؟ فاستضافه، بقي معه 3 أيام. هذا الصحابي الذي نزل ضيفا يبيت الليل كله راكعا ساجدا، أما صاحب البيت فإنه يصلي ما فرض الله ثم ينام. بعد 3 أيام قال: يا فلان، أنا أريد أن أبشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: يدخل علينا رجل من أهل الجنة وكنت أنت الداخل، وأنا أردت أن أعيش معك هذه الأيام 3 ليعرف ماذا تفعل، بماذا وصلت هذه الدرجة التي بشرت فيها بالجنة. قال: والله ليس لي من العمل إلا ما رأيت، لكنني ما تقلبت في فراشي إلا ذكرت الله، وما بت في ليلة من الليالي وفي قلبي ضغينة على مؤمن، وفي قلبي ضغينة أو عقد على مؤمن. لم يقل الصحابي هذا أمر سهل وميسور، قال: تذوب كباد الإبل، ولا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة أن يبيت قلبه سليما لا حقد فيه ولا كراهية على أحد من عباد الله، بل يعفو ويصفح ويتجاوز ويكون حليما، وذلك كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الدرجة التي ينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه ويعودها، لأن النفس أمارة وتريد الثأر وتريد الكراهية وتريد أشياء كثيرة، ولكن ينبغي أن يكون هو لها بالمرصاد فيربيها على الحلم وعلى العفو وعلى الصفح وعلى الدفع بالتي أحسن. هذه هي الأديان. نعم. وأعتقد أنه الآن وهذا الهدف من حديثك ومن ضيفتك، أنك تكون ضيف معنا اليوم، هو إعادة صورة المحبة والنقاء. فعلا أنا أقول حقيقة شيء أريد أن أبشر به، لأن في وسط هذه الممارسات المشينة في بعض الأحيان من كثير من الأفراد والجماعات التي يعني حقد وكراهية ودماء ودموع وغلظة، أقول بين هذه يعني الأوضاع المؤلمة هنالك بصيص أمل الآن كبير جدا، حيث يتعرف اليوم على الإسلام من خلال هذه الجوانب الروحية المشرقة، سواء كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك القرآن الكريم في أسراره وأنواره، أو كان ذلك في من سلك هذا المسلك من العلماء والعارفين. والآن أوروبا وغيرها وأمريكا تتعرف على الإسلام في جانبه الروحي، ويكون ذلك سببا في اعتناق كثير من القمم العالية في مجتمعاتهم للإسلام، لكن بالجانب الروحي بجانب المحبة. ونحن لنا رجل كسيد محي الدين ابن عربي الذي يقول: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يعني هذا الجانب المشرق الذي يحب الجميع ويحب كل الناس هو الذي ينبغي علينا أن نقدمه للناس، لأنهم محتاجين إليه، وهذا الذي يروي عطشهم ويحقق لهم طمأنينتهم ويحقق لهم توازنهم. هذه هي رسالة الأديان. شكرا سي صلاح الدين المستوي، أنا ما نجمش نختم حتى ختام بعد ختامك أنت، يعطيك الصحة، شكرا لك. إذن هديتنا أيضا وهدية جيف دو بروج هي هذه الشوكولا. شكرا لك، وانت باقي معنا الى النهايه ايضا. يعيشك.